السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في قناتنا المتخصصة في تكنولوجي البلوك تشين، وأحدث التطورات في عالم العملات الرقمية. أنا كريبتو يحيى، هكون معك في الفيديو ده لنعرف كل شيء عن مشروع عملة ماسك نيتورك. أولا وقبل أي شيء، ما تنساش دعمني بلايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أتمنى تكون متحمس زي ما أنا متحمس بالضبط لمعرفة كل شيء عن عملة ماسك نيتورك، المميزات الخاصة بيها وفرص الاستثمار فيها. لو حضرتك مهتم بتكنولوجي البلوك تشين والاستثمار في العملات الرقمية فالفيديو ده ليك. أحب أشكر ال 556 مشترك اللي دعموني بشكل كبير جدا في الفترة الحالية. ما تنساش لو حضرتك بتشاهد الفيديو ده، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، لأنه ده بيدعمني بشكل كبير جدا إني أكمل محتوى على القناة. أولا وقبل أي شيء، هيتم شرح مشروع عملة ماسك نيتورك على فيديوهين او على جزئين من الفيديوهات. الفيديو الاول اللي انا بتكلم فيه ده هنطلع نبذة بسيطة جدا على ما هو مشروع عملة ماسك نيتورك، وكمان هنطلع على العملة والصناديق الاستثمارية الخاصة بيها، وكمان في نهاية الفيديو هنطلع على الشارت الخاص بعملة ماسك نيتورك. اولا، عملة ماسك نيتورك هي عملة رقمية مشفرة مبنية على تكنولوجي البلوك تشين، هدفها هو تحقيق اللامركزية على الانترنت. هي بتستهدف منصات السوشيال ميديا وبتوفر امان وخصوصية اكبر للمستخدمين. تم تأسيسها لتحسين التجربة الرقمية والتعاملات المالية على الانترنت. تستخدم ماسك نيتورك في العديد من المجالات، بدءا من التجارة الالكترونية والمدفوعات الرقمية وصولا الى التحويلات الدولية السريعة الامنة. كمان تقدر تستخدمها في تشفير البيانات الخاصة بيك والتغريدات والشات بينك ما بين أصدقائك. بالمختصر يا عزيزي المشاهد، مشروع عملة ماسك نيتورك عبارة عن بريدج أو جسر بيربط بين تكنولوجي الويب 2 إلى تكنولوجي الويب 3. هتكلم نبذة بسيطة جدا عن مشروع ماسك نيتورك، ولكن هيتم تغطيتها وشرح فعلي على ماسك نيتورك، ولكن الفيديو الجاي عشان ما اطولش عليكم. اولا، مشروع عملة ماسك نيتورك حضرتك تيسر عليك امور كتيرة جدا داخل تطبيق اكس. تقدر تبيع وتشتري العملات الرقمية بشكل فوري او بشكل سريع. تقدر تشتري وتبيع الـ NFT من خلال تطبيق اكس. تقدر تبيع وتشتري العملات الرقمية من خلال الكريديت كارد. ولكن ماسك نيتورك متواجد لتو ابليكيشن. اولا بيكون على الويب ابليكيشن من خلال الاكستنشن الخاصه بجوجل كروم، وكمان اوبيرا، وكمان فايرفوكس، ولكن للاسف مش متواجد على الاكستنشن الخاصه ببراوزر بريف. كمان تقدر تحمل التطبيق الخاص بيهم فاير فلاي من خلال الاب ستور او جوجل بلاي لو حضرتك بتستخدم هواتف الاندرويد او هواتف الاي او اس. نطلع دلوقتي على عملة ماسك نيتورك. الاسم الخاص بيها ماسك نيتورك، السيمبل الخاص بيها ماسك، عند سعر 3 دولار وال44 سنت. القطاع الرئيسي اللي هي بتستهدفه هو قطاع السوشيال ميديا. طبعا هي متوحشة في هذا القطاع، واخدة توب 1 او الرينك رقم 1 في قطاع السوشيال ميديا، وهي كمان الماركت كاب الخاص بيها 282 مليون دولار. سبكة تجري او القطاعات الفرعية اللي بتشارك فيها ماسك نيتورك هو كمان سوشيال ميديا فقط. انا بالفعل بحترم اي عملة بتكون بتعمل فوكس كده في حتة معينة ماشية فيها. ما بحبش العملات اللي بتكون داخلة في اكتر من قطاع، لانه بيحصل فيه تشتت للتيمز، وكمان للناس اللي بيكونوا داعمين لهذه العملة بيكونوا متشتتين بشكل كبير. ماسك نيتورك هتغطي بشكل كبير جدا الفترات اللي جاية سوشيال ميديا، ومحدش هيقدر ينافسها بلا منافس. اولا، عملة ماسك نيتورك مدرجة على شبكة الإثيريوم الـ ERC20 وشبكة الـ BNB Binance Smart Chain وشبكة البولوجين. ولكن ماسك نيتورك توكن وليس كوين، يعني ماسك نيتورك ليس لها بلوك تشين خاص بيها. مشروع عملة ماسك نيتورك داخل لغاية دلوقتي أكتر من 25 صندوق استثماري، وعلى رأسهم هاش كي كابيتال وباينانس لابس وأوكيز، وكمان الفايل كوين، وكمان المادا ريسيرش. وزي ما انت شايف قدام حضرتك، دول من أقوى الصناديق الاستثمارية في سوق الكريبتو، يعني دول صناع سوق بيقدروا يؤثروا بشكل كبير جدا في سوق العملات الرقمية. في احتمالية كبيرة جدا ممكن في الأيام اللي جاية يحصل أبجريد لعملة الماسك نيتورك، وممكن يكون ليها بلوك تشين خاص بيها.
الماركت كاب الخاص بعملة ماست نتورك 282 مليون دولار، المعروض الحالي 82 مليون عملة ماسك من إجمالي 100 مليون من عملة ماسك. المعروض الحالي في سوق العملات الرقمية 82% من السبلاي، يعني متبقي 18% فقط ويكون التوتال سبلاي أو الماكس سبلاي متواجد كله في السوق، وال 18% دول هيكونوا في خلال العشر سنين اللي جايين إن شاء الله. أنا شايف الانفليشن أو نسبة التضخم السنوي في عملة ماسك نتورك نوعا ما كويسة جدا. الأول تايم هاي أو أعلى سعر وصلت له عملة ماسك نتورك هو 37 دولار و33 سنت، وده كان بتاريخ 24 فبراير 2021. الأول تايم لو أو أقل سعر وصلت له عملة ماسك نتورك هو كان 97 سنت، وده كان بتاريخ 21 أكتوبر 2021. كمان العملة نزل لغاية دلوقتي بنسبة تتعدى 90% من أعلى قمة وصلت لها. أنا شايف إن العملة في سعر مناسب جدا جدا جدا. كمان العملة تم إدراجها على منصة البالنسر بسعر العشر دولار في الاكتتاب اللي كان بتاريخ 26 فبراير 2021. العملة نزل من سعر الاكتتاب 65%. أنا شايف إنه مفيش خطورة أو مفيش ريسك في الاستثمار في هذه العملة. الجميل في كده كمان تم إدراج عملة ماسك نتورك على جميع المنصات المركزية والمنصات اللامركزية، وعلى رأسهم فاينانس وكيز وكوي كوين والجيت اي او وكمان البيت مارت والكوين بيز برو وبانكيك سواب وميكس جلوبال والباي بيت سبوت وكمان البيت هاب. زي ما انت شايف دلوقتي حضرتك انه مدرجة على 44 منصة من اقوى المنصات في سوق الكريبتو. نطلع دلوقتي على شرط عملة ماسك نتورك. زي ما قلت لحضرتك الاول تايم هاي او اعلى سعر وصلت له عملة ماسك نتورك هو 22 دولار، ولكن ده كان على منصة باينانس، ولكن قبل ادراجها على منصة باينانس اعلى سعر وصلت له عملة ماسك نتورك هو 37 دولار. اقل سعر وصلت له عملة ماسك نتورك هو 1 دولار. افضل منطقة تجميع لعملة ماسك نتورك هو 32 سنت و 33 سنت. دي افضل منطقة تجميع نقدر نجمع فيها في عملة ماسك نتورك. هدفي في القناة ان اقدر اجمع عملات ذات قيمة واطلع في البرن القادم ان شاء الله، ولكن كل العملات اللي بيتم ادراجها على القناة بتكون استثمارية وليست مضاربة، يعني هدفنا البرن القادم ان شاء الله بعد هالفينج 2024، يعني بعد هالفينج البيتكوين باذن الله. هو ده هدفنا. لو بالفعل تم تطوير عملة ماسك نتورك ولو هتكون عملة رسمية لتطبيق اكس، العملة وقتها ممكن تتخطى 50 دولار من السعر الحالي. الاستثمار يعود اليك يا صديقي العزيز. دي كانت تغطية شاملة على مشروع عملة ماسك نتورك من ناحية العملة، ولكن انتظر الفيديو الجاي هيكون تغطية شاملة على كل الفيتشرز والمميزات اللي تقدر تستخدمها من ماسك نتورك الاكستنشن او الاضافة الى تطبيق اكس، وزي كمان تقدر تعمل ارباح منه بشكل افضل. شكرا جدا ليك على المشاهدة، ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديوهات اللي جايه.